هعمل احسن وانا رايح. خرج العشرات من أعضاء حزب مصر القوية في مسيرة من جامعة القاهرة إلى التحرير في أول فعالية لهم على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي. احنا النهارده بننظم مسيره من جامعه القاهره رايحين بيها على التحرير ان شاء الله. الرئيس محمد مرسي رئيس منتخب عارف ان هو هيحترم الدستور والقانون، والاعلان الدستوري يعتبر اول جزء منه قرار ثوري ومطلب جماهيري وقالت النائب العام فعلا، لكن بقيه القرار يخرج عن النص من مبادئ اي دستور في العالم الفصل بين السلطات. هو كده تفرد بالسلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه سلطته كرئيس، وكمان منع تدخل السلطه القضائيه في الفصل ما بين في شرعيه اي مؤسسة موجودة في البلد. ومن اللافت أن الحزب لم يشارك في فعاليات جمعة الغضب والإنذار ولا اعتصام التحرير من أجل المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري محل الجدل. احنا فضلنا احنا نبدأ تحركنا النهاردة بعد استكشاف الوضع السياسي، وخصوصا أن يعني الأمس كان في لغط كتير حوالين طبيعة المشاركين في المسيرات المختلفة، فكان قرار الحزب بالتريس في أفراد من عندنا كتير شاركوا بالأمس، ولكن المشاركة الرسمية ستكون من النهاردة، ثم سيبقى إن شاء الله فعاليات بالتشارك والتنسيق مع قوى سياسية أخرى. وقد أصدر الحزب بيانا يرفض فيه بشكل جزئي قرارات الرئيس. في بيان إعلامي نزل امبارح حزب مصر القوية بيأكد على أنه كان مع مطلب إزاحة النائب العام وكان مع مطلب إعادة المحاكمات، ولكنه يرفض بشكل قاطع السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، ويرفض بشكل قاطع تحسين التأسيسية وتحسين مجلس الشورى، لأن دي باعتبارها سلطات من سلطات القضاء. إحنا قمنا في ثورة 25 يناير ضد حكم الفرد، فمش هنسمح إطلاقا أن حكم الفرد يرجع مرة تانية حتى لو عن طريق رئيس منتخب. هذا وقد غاب دكتور عبد المنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عن مسيرة اليوم لتواجده خارج البلاد.